والله احنا كنا طالعين على الكوبري، انا كنت طالع بالعربيه، فعربيه الامن المركزي ديت كلها كانت واقفه زي ما هي كده. واحنا طالعين سمعنا صوت قنبله ضربت، فاتلمينا على لقينا العساكر كلها بتعدي الكوبري، بتعدي في نص الكوبري وبتمشي. فطبعا كلنا هدينا، بنبص لقينا مصابين وكلام من دوت، فبناخد الضابط بننقله في العربيه الحمراء اللي واقفه هناك ديت. لقينا القنبله الثانيه اتضربت علينا،